افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 19 من معرض التعليم الدولي بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من داخل الدولة وخارجها. جامعات محلية وعالمية، مؤسسات أكاديمية عريقة تواكب مستجدات العصر واحتياجات مجتمع المعرفة، كل هذا نجده هنا في معرض التعليم الدولي الذي افتتحه الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة، يرافقه سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث تعرفوا خلال جولتهم إلى ما يوفره المعرض من فرص كبيرة أمام طلبة المدارس. المعرض يعتبر من أهم المعارض اللي في دولة الإمارات اللي متخصصة في مسألة التعليم العالي والتعليم بشكل عام، يضم عدد كبير من الجامعات الدولية والجامعات المحلية اللي تبرز التخصصات اللي سواء كانت الجديدة أو التخصصات اللي متقدمة عندها والتخصصات طبعا المتاحة للجميع. أكثر من 100 مشاركة يشهدها المعرض هذا العام من جامعات ومؤسسات تعليمية وأكاديمية، إذ حرصوا على التعريف بالبرامج والتخصصات والخدمات التي يقدمونها. حالياً جامعة خرفكان فيها 4 كليات علمية، هي كلية الآداب وكلية الآداب وتقنية المعلومات، كلية إدارة الأعمال، كلية الشريعة والقانون، والكلية الفريدة الجديدة التي أضيفت إلى كوكبة الكليات الموجودة هي كلية علوم البحار والأحياء المائية. دراسة عندنا 4 سنوات دراسية. بالنسبة للهندسة والنقل البحري الطالب يدرس عندنا 2، السنة الثالثة يطلع تدريب بحري على ظهر السفن، السنة الأخيرة يرجع الأكاديمية يخلص متطلبات التخرج. هدفنا الرئيسي هو مش بس تعريف الطلاب بالبرامج، وإنما نعطيهم معلومات عن كيفية التقديم للجامعة وشو المنح الدراسية اللي بتقدمها للطلاب الانترناشونال وكيفية التقديم للطلاب الإماراتيين. معرض التعليم الدولي يواصل استقبال زواره حتى يوم السبت، ويتيح مجموعة من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية في تخصصات مختلفة بدءا من الطب والهندسة والإدارة وصولا إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم هذا العصر. معرض التعليم الدولي يجمع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية تحت سقف واحد، الأمر الذي يمكن الزوار من التفاعل معهم واستكشاف الفرص التعليمية المتاحة. لأخبار الدار لمياء المازمي الشارقة.